السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي الأعزاء طلاب الصف الثاني الثانوي، تحية طيبة إليكم وبعد. وها هو لقاؤنا يتجدد معكم في مادة الكفايات اللغوية، الوحدة الأولى، وحدة التطبيق النحوي. وسبق وأن نبهنا في الحصة السابقة على أن الوحدة الأولى هي إطلالة عامة على القواعد النحوية التي يصحح بها الطالب أخطاءه في الكتابة وفي الكلام. وقلنا يجب على الطالب في هذه الوحدة أن يلم إلمامة عاجلة ودقيقة بأقسام الكلمة وأقسام الجملة وعلامات الإعراب الأصلية والفرعية والمتممات التي يتمم بها الجملة، سواء كانت متممات منصوبة أو متممات مجرورة أو ما إلى ذلك. ونبدأ اليوم معكم إن شاء الله في توضيح واحد من الأساليب التي يشيع استخدامها في حياتنا، ألا وهو أسلوب التعجب. كلمة التعجب ببساطة أيها الأبناء الأعزاء هي إظهار الدهشة من أمر معين لم يكن مألوفا لدى المتلقي. والتعجب يشيع في كلامنا، في قولنا سبحان الله عندما نشاهد مشهدا جميلا من مشاهد الطبيعة، أو عندما نسمع صوتا طيبا، أو عندما نشاهد طالبا متفوقا وما إلى ذلك. فالتعجب من الأساليب التي لا يستغني عنها الطالب، ولكن لكل أسلوب في لغتنا قواعد ينضبط بها. فالنداء له قواعده، والاستثناء له قواعده، والتعجب له قواعده، والمدح والذم له قواعده، والاختصاص له قواعده، وهكذا دواليك. لذلك نتوقع منك عزيز الابن الحبيب في نهاية حصتنا هذه أن توجز لنا المقصود بأسلوب التعجب، وأن تكتب أساليب تعجبية قياسية وصحيحة على الصيغ التي سنتناولها بعد قليل، وأن تعرب أساليب التعجب إعرابا صحيحا وافيا شافيا، فتقول: ما أحسن الصدق، ما أجمل الإخلاص، أحسن بالصدق، وهكذا. وهناك قصة بسيطة، أن من ضمن أسباب وضع علم النحو وأسلوب التعجب في قصة يعني يبدو أنها صحيحة بين أبي الأسود الدؤلي وابنته، ما أجمل السماء. القصة يعني إذا أحببتم أن تعودوا لها في الكتب أو في مواقع شبكة المعلومات تؤكد لكم هذه المعلومة. على أي حال، نحن في أسلوب التعجب ننطلق إلى هذه الأشياء التي تساعدنا. يجب أن يكون بين يديك الكتاب، وأن تستعين بقواعد أساسية، سواء مكونات الجملة الإسمية أو الجملة الفعلية، لأننا سنتبع معك خطة العصف الذهني، بمعنى أن تأتي بمعلوماتك بصورة قوية ونصل معك إلى بعض الأشياء. تأمل إلى أي شيء حولك وتعجب منه: صفاء الجو، جمال السماء،
جمال الصدق، قبح الكذب، عطف الأم، عطاء الأب، كل هذه الأشياء والمعاني نحن نستخدمها في حياتنا. بالتأكيد سنسمع منكم جمل فيها من الصحيح وفيها من الذي جانب الصح، فنقول: ما أجمل عطاء الأب، ما أشد حنان الأم، ما أشد صفاء الجو، ما أحسن هدوء المكان، وهكذا. أو البعض يستخدم الصيغة السماعية التي موجودة لدينا جميعا، ويا سبحان الله، أو لله ما أعظمه، أو لله ما أفضله، أو لله ما أحلمه. كل هذه صيغ نستخدمها في التعجب، سواء كانت سماعية أو قياسية. هنا بعض الجمل التعجبية. الجملة تقول: ما أوسع المتحف، ما أجمل الصورة، ما أشد الزحام، ما أبرع الفراعنة. لو تأملنا إلى هذه الجمل نجد أنها جميعها جاءت على صيغة ما أفعله، وهذه الصيغة تتكون من ثلاثة أشياء: ما التعجبية، فعل التعجب، والمتعجب منه. فنقول: ما التعجبية اسم نكرة بمعنى شيء عظيم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. هذا إعراب ثابت يجب عليك أن تلتزم به في إعراب صيغة ما أفعله. عديد من الطلاب يشكو أن الإعراب صعب، وأنه يبعدنا عن حب مادة النحو، وأنه يسبب لنا شيئا من الإحباط. نقول: لو تمهلت وأخذت الموضوع ببساطة ستتعلم الإعراب. على سبيل المثال، هذا أسلوب التعجب. ما قلنا: ما تعجب اسم نكرة بمعنى شيء عظيم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أوسع فعل ماض مبني على الفتح. وحتى تتقن إعراب الأسماء المبنية والأفعال المبنية، لدينا قاعدة بسيطة وجميلة في لغتنا تقول: انطق واكتب، انطق واكتب. ما قلنا: ما مختومة بمد، فقلنا اسم نكرة مبني على إيه؟ على السكون. أوسع العين، هذا فعل ماضي جاء على مبني العين، ماذا عليها؟ فتح. إذن فعل ماض مبني على الفتح. أين فاعله؟ الفاعل مستتر، تقديره هو. طيب، والمتحف هو المتعجب منه، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. إذن الصيغة الأولى من صيغ التعجب ما أفعله تتكون من ثلاثة أشياء: ما التعجبية، وفعل التعجب، والمتعجب منه. ما التعجبية مبتدأ، فعل التعجب مبني على فعل ماض مبني على الفتح، والمتعجب منه الذي هو بدل الهاء يكون مفعول به منصوب وعلامة نصبه حسب نوع الاسم الذي يكون بين أيدينا. الصيغة الثانية صيغة أفعل به: أسمع بهم وأبصر، أجمل بالصدق. فنقول: أجمل فعل ماض جاء على صيغة الأمر مبني على السكون، والباء حرف زائد، والهاء متعجب منه، ستكون فاعل مرفوع لفظا فاعل مرفوع محل مجرور لفظا بالباء الزائد. واضح؟ والآن نستنبط معكم أبنائي الأعزاء القاعدة، فنقول: إن التعجب هو أن يعبر الإنسان عن شعوره نحو شيء ما بأسلوب مخصوص بصيغة ما أفعله أو أفعل به. وهاتان الصيغتان صيغتان قياسيتان.